هل حررت مصر سعر الأرز؟ وهل يشبه ذلك تحرير أو تعويم سعر الجنيه أمام الدولار؟ وهل سيؤدي ذلك لارتفاع أسعاره بلا توقف؟ وماذا يعني ذلك لملايين المصريين الذين يعتمدون على الأرز في غذائهم اليومي؟ تعود القصة إلى سبتمبر الماضي، حين حددت الحكومة المصرية سعرا لبيع الأرز في محاولة للسيطرة على ارتفاع أسعاره في الأسواق باعتباره من السلع الاستراتيجية. ورغم أن مصر معروفة بأن لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز، إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء عالميا دفع المزارعين للمطالبة بأسعار وصفوها بالعادلة لتوريد الأرز، أو يحتفظون به لاستخدامه كعلف حيواني في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف. تعقدت الأزمة حين طالبت وزارة التموين المصرية المزارعين بتسليم 25% من إنتاج كل فدان من أرز الشعير بسعر محدد بهدف جمع 1.5 مليون طن، وحظرت تخزين الأرز إلا في الأماكن المعتمدة من الهيئة العامة المصرية لسلامة الغذاء، في محاولة لمنع إخفاء الأرز أو تسريبه للقطاع الخاص. لا يجوز أن نكون لدينا إنتاج أكتر من استهلاكنا في سلعة الرز ثم نستورد رز. الجزء اللي احنا بناخده ربع الإنتاج، الثلاث أرباع متسابحة، فيعني إيه الموضوع؟ ثم جاء قرار الحكومة بفرض التسعيرة الجبرية على بيع الأرز لتضبط أسعار حتى الكميات التي تسربت للشركات الخاصة ويتم بيعها في الأسواق. لكن كل تلك الإجراءات أدت لنتائج عكسية. رفض كثير من المزارعين تسليم الأرز لمضارب التموين، ولم تجمع الوزارة سوى 400,000 طن فقط من أصل 1.5 مليون طن كانت تسعى لجمعها، وهو ما رفع أسعار الأرز في الأسواق المصرية بشكل غير مسبوق. انا اقول الرز سايب 12 والرز معبق من 15 ل 18، الاسعار ما كانتش تتناسب. وبعد كده حصل ايه؟ ما تكمل الحكايه، قرروا ان احنا مش منزلين الرز ده السوق. ورغم اكتفاء مصر ذاتيا من الأرز وتوقفها عن الاستيراد خلال أعوام 2020-2021، إلا أنها لجأت للاستيراد في 2022 ثم في 2023 في محاولة لضخ مزيد من الأرز في الأسواق التي أصبحت تعاني شحا في تلك السلعة الحيوية لملايين المصريين. وفي نفس الوقت ألغت الحكومة قرارها السابق بفرض سعر محدد لبيع الأرز في محاولة لإخراج الأرز المخزن لدى المزارعين والشركات وبخه من جديد في الأسواق لتتوفر السلعة، وبالتالي يقل سعرها بمرور الوقت، خصوصا مع دخول الأرز المستورد للأسواق. في رز مستورد جاي، الوزارة أعلنت عنه نقص عشان مش هتقعد تتفرج على الوضع، فاحنا بنقول لإخواتنا عشان ما يخسروش، السادة المزارعين يعني بارك الله في مرزقهم. كانت التسعيرة الجبرية تحدد سعر بيع كيلو الأرز المعبأ بسعر يتراوح من 14 إلى 18 جنيها، وكيلو الأرز السائب بسعر 12 جنيها، فيما كانت وزارة التموين تطرحه في منافذها بنحو 10.5 جنيهات للكيلو، لكنه متاح فقط لمن تشملهم منظومة التموين. لكن التسعيرة الجبرية لم تنجح في وقف ارتفاع أسعار الأرز بمختلف أنواعه، إذ وصلت أسعاره حتى 25 جنيها للمعبأ ونحو 20 جنيها للسائب. تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وكان من ضمنها المدى السعري، تم تطبيقه ولم يؤتي ثماره، وبعد كده الحكومة اتخذت قرار باستيراد الأرز. لكن مع إلغاء التسعيرة الجبرية واستيراد الحكومة لكميات أضافية من الأرز، تتوقع شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية أن تضخ كميات كبيرة من الأرز في الأسواق، وبالتالي تنخفض أسعاره خلال شهر مارس المقبل بحد أقصى، وهو الشهر الذي سيشهد حركة بيع قوية لدخول شهر رمضان. يعني ان شاء الله على النصف الاول من مارس يكون في كميات رز كبيره جدا جدا جدا.
لا تعاني مصر مشكلة في زراعة الأرز، بل لديها فائض وتنتج سنويا نحو 4.5 مليون طن أرز، تزيد أو تنقص قليلا من عام لآخر، لكنها تكفي للاستهلاك المحلي. وعدم وجود سعر عادل للأرز بحسب البعض جعل المزارعين يلجؤون لاستخدامه كعلف في ظل ارتفاع أسعار العلف عالميا، وخصوصا أن مصر تستورد 85% من احتياجاتها من الأعلاف، بالتالي فضل بعض المزارعين استخدامه كعلف بدلا من بيعه بسعر لا يرونه مناسبا. بالتالي يساعد توفير الأعلاف أيضا في حل أزمة الأرز وفق المسؤولين. تحرير سعر الأرز يساعد على توفره في الأسواق، واستيراد الحكومة أيضا كميات من الخارج، كلها إجراءات تدفع بسعر ثاني أهم سلعة في مصر بعد القمح إلى الانخفاض. فقانون العرض والطلب يعني أن كثرة المعروض تؤدي لخفض الأسعار.